نأتي الآن إلى فقرة Boundary Conditions for Perfectly Dielectric Material. إحنا خذينا Boundary Condition للconductor والfree space. هسا ناخذ more general case اللي هو إذا عندك مادة عازلة بالوسط الأول epsilon 1 ومادة عازلة بالوسط الثاني epsilon 2. فشون طلع Boundary Conditions في هكذا مسائل؟ فهنا لو شوف عندك هذا الرسم اللي هو rectangular، هذا من أجل استخراج قيمة التانجنشال كومبوننت، وعندك هنا الشكل الأسطواني هو من أجل استخراج النورمال كومبوننت للباوندري كونديشنز. الفاينل كونديشنز اللي هو التانجنشال الأول دائما continuous، يعني دائما يساوي التانجنشال الثاني، بينما normal components مال dn1 minus dn2 discontinuous، يعني dn1 minus dn2 يساوينا rho s، والrho s هي شنو؟ is the free charge density placed at the boundary، يعني على سطح الانترفيس. على سطح الانترفيس عندك rho s معينة. اوكي، ففرق بين dn1 minus dn2 يعطيك شنو؟ rho s. طبعا هنا في حالة انه رو اس يساوينا صفر، يعني ما موضوع انه اي شحنة على الانترفيس between the two dielectric medium، فبالتالي يصير دي ان 1 يساوينا دي ان 2، فيصير هنا عندك شنو components continuous بالنسبة للدي كابتل، بينما الالكتريك فيلد يصير شنو discontinuous. نفس ما نعرف انه dn1 ما هو الا epsilon 1 في ال en1 ويساوينا epsilon 2 في ال en2. اوكي، فهنا عندك هاي بالنسبة للإلكتريك فيلد اللي هو normal component. واذا تريد تطلع زاوية الانكسار اكيد يعني تعوض التانجنشال نفس ما نشوف بالشقاق الى ان توصل الى هذا القانون انه tan theta 1 على tan theta 2 يساوي epsilon 1 على epsilon 2. يعني عندك انت غالبا يعطيك بالسؤال epsilon 1 ويعطيك epsilon 2 ومعطى تقدر تطلع الثيتا 1، فتقدر من أده من هذا القانون تطلع زاوية الانكسار اللي هي ثيتا 2. اوكي، اذا ناخذ هذا المثال حتى نعرف شلون نطبق هاي القوانين بالنسبة للباوندري كونديشنز. فمطيك انها two extensive homogeneous isotropic dielectrics، يعني عندك يعني مواد عازلة تكون متجانسة مثالية موجودة انه تلتقي وين؟ عند الزد يساوينا صفر. فاذا هنا نمثل هذا بالنسبة للزد يساوينا صفر، اوكي، في حالة الزد أكبر من صفر عندك الوسط الأول أو المادة العازلة الأولى اللي هي إبسلون آر 1 يساوينا 4، والزد أقل أو يساوينا صفر عندك شنو الوسط الثاني اللي هو إبسلون آر 2 يساوينا شنو 3. فهنا مذكور أنه uniform electric field E1 يساوينا 5 أي بار X minus 2 أي بار Y زائد 3 أي بار Z exists for z أكبر أو يساوي لنا صفر. فكأنما عندك هنا مثلا على سبيل المثال هذا هو E1، فهنا شنو راح يطلب من عندك؟ the angles E1 and E2 makes with the interface، وطبعا قبلها انه E2 for z أقل أو يساوي لنا صفر. يعني مطلوب يعني هاي المسائل boundary conditions شنو يطلب من عندك؟ أكيد راح يطلب من عندك شنو إيجاد قيمة شنو مثلا الـ E2 زاوية هنا ثيتا 1، مثلا زاوية هنا شنو ثيتا 2 زاوية الانكسار. فهي هاي المسائل اللي تحتاج انه تحلها في هكذا مسائل. فإحنا هنا ننطلق من الـ equation مال boundary conditions بالنسبة للتانجنشال وبالنسبة لل شنو النورمال. لازم تجي لل
ال E1 تطلع من عنده شنو النورمال والتانجنشال، لان نحتاجن بالاكويجنز. اوكي، فالنورمال اكيد راح اسوي له دوت ويا الاي بار زد، لان شنو هو النورمال على الزد يساوي صفر، هذا هو النورمال. اوكي، اللي هو اي بار زد، اسوي له دوت ويا اي بار زد راح يطلع لك شنو النورمال كومبوننت اللي هو 3 اي بار زد. هاي بالنسبه للنورمال. والتانجنشال اكيد ما هو الا الفكتور الكلي ماينس النورمال كومبوننت، فيطلع لك شنو التانجنشال كومبوننت. الفكتور الكلي مين اجيبه؟ اكيد لان هو معطى بالسؤال، والنورمال اللي هو 3 اي بار زد. ولا تنسى الوحدات هنا. فهنا من الباوندري ايكويشنز التانجنشال كومبوننت كونتينيوس، فاقدر اطلع شنو اي تانجنشال 2 راح تكون نفسها 5 اي بار اكس ماينس 2 اي بار واي. النورمال كومبوننتس ديسكونتينيوس، اوكي، من خلال هاي المعادلة اللي شفناها. فالاي ان 2 ما هو الا ابسلون ار 1 على ابسلون ار 2 في الاي ان 1، هاي كلها موجودة عندنا، فبكل سهولة اقدر اطلع اي ان 2، فراح نقدر نجمع النورمال والتانجنشال مع الفكتور الثاني، فراح يطلع لك الفكتور الكلي لل E2 اللي هو 5 A بار X ماينس 2 A بار Y زائد 4 A بار Z. هاي بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني اللي يريد الثيتا 1، فهنا الثيتا 1 انه ذاكر لك انه مستخدم الدوت برودكت E1 دوت A بار Z، ف ماجنتيود الأول ماجنتيود الثاني في كوساين ثيتا 1. طبعا هاي ثيتا 1 وين موجودة هسه إذا سوي دوت برودكت؟ موجودة هنا، هاي ثيتا 1 إذا سوي دوت برودكت، بس هو يريده وين؟ ويا السطح، واضح؟ فهسه إذا طلع ثيتا 1 من الدوت برودكت اللي راح تطلع لك بهاي القيمة، مو هي هاي الزاوية المطلوبة. الزاوية المطلوبة هنا مسميها الفا 1، فاذا هنا لازم اغير التسمية اسميها شنو الفا 1، هاي الزاوية المطلوبة اللي راح تكون ما هي اكيد عبارة عن 90 ماينس ثيتا 1، واضح؟ فهاي طبعا بالنسبة لهذا المطلب، المطلب الاول. طبعا نفس الشي في حالة الالفا 2، فايضا نسوي دوت برودكت ويا الـ E2 ويا الـ A بار Z بالوسط الثاني، فهنا هذا الـ E2، يعني أنا لو شوي ما مسوي نورمال بشكل يعني هنا بزاوية معينة، هذا الـ E2، وعندك هنا شنو؟ هذا هو الـ A بار Z، A بار Z، فهنا لما نسوي الدوت برودكت راح يطلع لك ثيتا 2 مثلا نسميه، بس هي الزاوية المطلوبة شنية؟ هاي الزاوية between E2 وال انترفيس اللي راح يسميه هو الفا 2، فطلع ثيتا 2 من دوت برودكت، ومن ثم تقول 90 ماينس ثيتا 2 راح يطلع لك شنو الفا 2.